حلم برضو ممكن يكون مضمون او مش مضمون، بس اكيد انت اتخليت عنها لما لقيت نفسك ان انت ابتديت تنجح وابتدى الجمهور يعرفك. ما يعني ما بقى الخطوه دي كانت غلط في وقت من الاوقات بالنسبه لي، وخصوصا ان احنا جينا دخلنا على كورونا. يعني كورونا دي كانت كل الناس قاعده في البيوت طبعا، فانت الشيء الثابت بالنسبه لك مش موجود، وانت مش متوقعه ان ده هيحصل، ولسه انت بتقولي الف ب. بس انت عارف في دنيا الفن والفنون في ناس كتير جدا كانت فتره الكورونا فتحت خير عليهم، وعاد الناس كلها في البيوت، خلاهم ما بيشيلوش عينيهم ولا ايديهم من على اجهزه الموبايلات والحاجات اللي زي كده. ففي ناس كتير قوي ما اتشافتش زي ما اتشافت فتره كورونا. فهي فتره دي يعني ميزه قصدي. وكانت في الفتره دي كمان التيك توك ابتدى يشهر ناس طبعاً. الناس ابتدت تشتغل على الحته دي. بس انا بالنسبه لي ما يعني اللي هو انا كنت مخطوف باللي حاصل. يعني اللي هو لا انا مش هعمل ده، انا خليني مع ربنا الفتره دي احنا رايحين فين. فجيت بعد كده بقى، يعني اول حاجه بقى في فتره كورونا عملتها كانت الاغنيه بتاعت اسياد افريقيا. عملتها ببص لقيت الاغنيه نزلت وبتشتغل في الشارع، ومع كل مناسبه للماتشات بتاعت الاهلي الاغنيه بتشتغل والناس بترقص عليها في الكافيهات وبتاع. هي اغنيه حلوه قوي فعلا. ومن ساعتها بقى ابتديت ان انا اتحط في الحته دي. ان انا يعني انا مطرب، بس ده المطرب الاهلاوي. دلوقتي في اي استفتاءات في اي مهرجانات في اي حاجه جمهور الاهلي بيخش يحطني الاول. طب انت التصنيف ده مش بيزعجك؟ مش شايف ان لا انت لا لا طبعا. طبعا شرف كبير لاي حد ان هو اسمه يقترن من النادي الاهلي، بس انت اكيد بيبقى عايز يكون ليك اغاني مختلفه، اغاني رومانسيه يعني. أيوة ليه؟ نوعيات مختلفه من الاغاني. انت صنفت في ان انت مطرب الاهلي وبتعمل اغاني كتير للاهلي. هي القصه كمان مش ان انا صنفت ان انا بعمل اغاني الاهلي، ده انا كمان بقيت اعمل اغاني دفاع عن الاهلي. يعني في حاجات حته تانية مش هنتكلم فيها، بس انا في الحته بتاعت الغنى لا انا شغال فيها، اللي هو ليا شغلي الاغاني الرومانسيه، الاغاني الدراما. بس هو الجزء المتعلق بغناك للنادي الاهلي مفيش شك ان النادي الاهلي مساعدك في ده كتير بانجازاته طبعا. لا الاهلي اي حد بيراهن عليه كسبان طبعا. يعني طبعا. انا داخل استفتاء معايا نجوم كتير جدا وفارق مثلا بحوالي 80,000 صوت. جمهور الاهلي 80,000 صوت. جمهور الاهلي في ظهرك. حد قال يا جماعه ادهم علي داخل في بيدج من بيدجات الاهلي، ادهم علي داخل في الاستفتاء الفلاني. انا نايم صاحي الصبح انا رقم واحد على اسماء. يعني ما هو ده انت ما ده جزء من عظمه جمهور النادي الاهلي الحقيقي. ده بالمعنى الحرفي. اي حد بيراهن على النادي الاهلي كسبان. ده حرفيا في لعب كوره، في يد طبعًا، في طايره طبعًا، في سله صحيح. في اي حاجه. اي اقول انا اهلاوي صحيح. انا اقول انا راجل بنتمي للكيان، خلاص انت في حته كويسه. اعرف ناس بدون ذكر اسماء جه عليهم وقت وهم مش متشافين ابتدوا ينضموا لحته الجمهور، رجعوا تاني. ده ممثلين وفنانين يعني رجعوا تاني. فالاهلي لا الاهلي في حته تانيه. الاهلي جديده.